دايما الإرادة بتصنع المعجزات، ودايما الإعاقة بتتحول لطاقة بالإصرار والتحدي. والنهاردة طبعا معانا نموذج بقى متميز جدا من ذوي القدرات الخاصة، بنوتة جميلة اسمها نيرة عصام، وهي شاركت في حفلة قدرون باختلاف واحد، وطبعا كانت بتعزف على آلة اسمها الفلوت. يمكن اللي ما يعرفش آلة الفلوت هي يعني آلة قريبة جدا من المزمار، بس طبعا هي مش مزمار خالص، يعني حاجة بعيد خالص، هي حاجة غربي، وهي طبعا بتكون من المعدن، وبتعزف عليها نيرة بطريقة جميلة جدا، وعزفت عليها في حفلة قدرون باختلاف وكانت متميزة جدا. ده غير ان هي واخدة بطولة العالم في الفروسية 2018 و2019، وكمان بطلة في السباحة وبطلة في الباسكت، وطالبة بالمعهد العالي للموسيقى. طبعا هي بصراحة متميزة جدا، عرفوا عليها وشوفوا هي قد ايه متميزة. ازيك يا نيرة؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كويس. انا فرحانه قوي ان انت موجوده معايا النهارده، وخاصه الاله الجميله اللي انت هتعزفي لنا عليها النهارده. قولي لي بقى، انت اتعلمتي امتى العزف على اله الفلوت؟ اولمين بعزف فلوت كتير. بتعزفي كتير، يعني انت بقالك فتره كبيره بتعزفي على اله الفلوت. واشتركتي في حفله قادرون باختلاف. انا شفتك كنت جميله قوي. عايزه اشوف مع حضراتكم بقى نيره وهي بتعزف على اله الفلوت في حفله قادرون باختلاف. شفنا مع حضراتكم طبعا نيره وهي بتعزف على اله الفلوت في حفله قدرون باختلاف، وقد ايه هي بصراحه جميله جدا. قولي لي بقى يا نيره، هتسمعينا ايه النهارده؟ عايزين نسمع بقى سوان الريك. استخدمي بقى الفلوت وسمعينا حاجه جميله. هتسمعيني ايه؟ سوان سوان لايك اللي هي بحيره البجع. تمام، اتفضلي. Thank you.
برافو جميله. انا عارفه بقى ان انت كمان بطله في الفروسيه وواخده بطوله عالم 2018 و19 صح في الفروسيه ما شاء الله عليك. عايزه اشوف مع حضراتكم بقى نيره وهي بتلعب الفروسيه. شفنا مع حضراتكم طبعا نيره وهي راكبه الفرس وما شاء الله عليها بصراحه، هي فعلا تستاهل تبقى بطله عالم في الفروسيه. قولي لي بقى يا نيره هتسمعيني ايه تاني لان انا معجبه قوي بالفلوت ده. مارش. ماشي اوكي اتفضلي. طبعا انت بتعزفي غربي بس. غربي بس. اتفضلي. قلتليش بقى انت في سنه كام صحيح؟ الجمال ده كله في سنه كام؟ 16 سنه. انت عندك 16 سنه، في سنه كام بقى؟ ثالثه ثانوي. برافو. وبتدرسي برضو في المعهد العالي اللي هو الكونسير اللي هو المعهد العالي للموسيقى، صح كده؟ جميل قوي. عندك مقطوعه تاني تسمعنا؟ في. طب يلا عايزين نسمع تاني بقى، اتفضلي. الله يا نيره جميله جدا. قولي لي بقى انت لما تكبري تحبي تطلعي ايه على الجمال ده كله؟ اكبر يعني بعزف فلوت. عايزه تبقي عازفه فلوت وايه تاني؟ وكنت ممثل. بتمثلي كمان؟ ده انت طموحاتك عليت قوي. ايه تاني؟ واستعراض. وتعملي كمان استعراض. وهنا كفايه بقى، كفايه دايره انت كده طماعه. وعزف. وتعزفي ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك. انا اتشرفت بيكي جدا يا نيره وكانت حلقه جميله جدا وان شاء الله تكوني معايا في حلقه ثانيه. ميرسي. في نهايه الفقره بشكركم واشوفكم في حلقه جديده. اما ما شاء الله.